الفنان قدير كمال الشناوي بنقول لما غنى زمان سوق على مهلك سوق، كنت بتفكر قبل ما تغني الغنوه دي ولا كنت فرحان ان انت هتغني اغنيه في فيلم مع الفنانه شاديه وانتوا الاثنين ابطال الفيلم؟ لا، هو في الواقع انا شخصيا كنت دايما باستمرار، اولا كنت بغني وبحب الغنى ودخلت معهد الموسيقى العربيه، قلت الكلام ده كتير واتحرمت من اني اغني في الافلام، فكان دايما باستمرار كنت باخد حكايه ان تبقى شاديه هي اللي بتغني وانا مس عليا ان انا اعمل حركات قدامها، مش عارف امسك ايدها اجري وراها اقعد على الارض، مش عارف الحاجات اللي كانت بتحصل دي. فبعدين انا شخصيا حسيت ان المفروض ان لازم واحده بتغني وسعيده، طيب اللي جنبها ده ما يعرفش يقول لها كلمه كاب الغنى زيه، فيا اخوانا فقدروا يقتنعوا بالفكره دي، وراح طبعا دي اول كانت بدايه ليا، وكان قبلها بدايات قبل كده بيت غنى برضو مع صباح في زي العسل، وما اعرفش برضو دور عليه تلقاه وحاجات كتير.